أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. استشهاد مدنيين وإصابة 7 آخرين في سقوط قذائف كاتيوشا على مستشفى في مأرب. غارات جوية على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في المكلا بحضرموت. الميليشيات تختطف 20 مدنيا وتواصل قصف الأحياء السكنية في البيضاء. أهلا بكم. استشهد مدنيان وأصيب 7 آخرون في سقوط 3 قذائف كاتيوشا على مستشفى حكومي بمحافظة مأرب. وقال مراسل بلقيس إن 1 القذائف سقطت على هيئة مستشفى مأرب العام وسط المدينة، فيما سقطت الأخريات بالقرب منها، مرجحا أن تكون الميليشيا قد أطلقت القذائف من جبل هيلان غرب مأرب. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مأرب مراسلنا عبد الله القادري. مرحبا بك عبد الله، وما هي آخر تطورات هنالك؟ أن تتحدث عن قصف طال مستشفى في مأرب، كيف هو الوضع؟ نعم، أود الإشارة في البداية إلى أنه عدد الضحايا ارتفع بحسب إزادة مدير المستشفى قبل دقائق، ان هناك 3 شهداء الى اللحظه، وبينما احد الاطباء في حاله حرجه وهو من المصابين اثر سقوط القذيفه، اضافه الى ان هناك 9 من الجرحى، بما اجمالي عدد 13 مدير شهيد وجريح اثر سقوط القذيفه على مستشفى هيئه مأرب الان. كالعاده المدنيين عندما تاتي الوقود او الشخصيات الفارزه الى مأرب يقومون باستهداف المدينه بالقذائف الكاتيوشا من جبل هيلان او من المناطق المحاذيه لجبل هيلان، كزعزعه الوضع داخل المدينه ولابحار المشهد في وضع محدق. هناك سقطت عصر اليوم نحو 3 أو 4 قذائف كاتيوشا، احداهن في مستشفى مأرب او مستشفى هيئه مأرب العام، بينما سقطت الاخريات بجوار المستشفى وكانت الحفيله كما اسلمنا. نعم عبد الله، هل كان استهداف المستشفى مقصود؟ يعني من كان يستهدف القصف؟ هل للتوقيت ايضا دلاله كونه تزامن مع وجود وفد حكومي رفيع المستوى في المدينه؟ هو وجود القصف الجمهوري بجوار مستشفى هيئه مأرب العام قد يكون الهدف غير المستشفى، الا ان المستشفى ليس للمره الاولى يقصف، فقد قصف منذ وصل الصوفيون في العام الماضي الى قرب مدينه اصبح المستشفى حدثا لاسلحه الخفيفه والثقيله، وليس المره الاولى التي استهدف فيها المستشفى او اي مرفق حيوي اخر في المأرب، انما قد يكون القصف اليوم قد يكون بقصف او بدون قد يكون يعني مهدف في اتجاه مستشفى هيئه مأرب او اتجاه القصف الجمهوري، لكن الارجح ان هناك او ما حصل بالضبط او انه في الاخير سقطت القذائف في حوش مستشفى هيئه مأرب واثرت على الضحايا. نعم، اذا عبد الله القادري مراسلنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. جددت مقاتلة حربية يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف العربي صباح اليوم غاراتها على معسكر يسيطر عليه تنظيم القاعدة بمنطقة خلف في مدينة المكلا بحضرموت. وقالت مصادر محلية إن الطائرات شنت 6 غارات على مخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ في معسكر كتيبة الدفاع الجوي في محيط المنطقة العسكرية 4. وكثفت مقاتلات حربية وطائرات من دون طيار منذ نحو 2 أسبوع غاراتها على مواقع التنظيم في المكلا الخاضعة لسيطرة القاعدة منذ إبريل العام الماضي. وفي تعز استشهد مدني بقصف مدفعي عشوائي شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على أحياء سكنية في المدينة،
وقال مصدر طبي إن القصف الذي تعرضت له أحياء سعبات والثورة والدعوة ووادي القاضي وبرباشة والمطار القديمة أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 5 آخرين. وقالت مصادر محلية في الوزعية إن موجة نزوح كبيرة شهدتها عدد من القرى والمناطق التي تعرضت للقصف. وذكرت المصادر أن الميليشيا قصفت مناطق الشقيرة وشعب والغيل وعددا من القرى السكنية. وفي السياق ذاته أكد وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أن حل قضية تعز من خلال وقف تدميرها وإعادة الاعتبار لدورها التاريخي والسياسي والثقافي، وهو مفتاح الحل السياسي في اليمن. ونشد الأصبحي في بيان له كافة الدول والمنظمات بضرورة العمل على إنقاذ تعز من الاعتداء الهمجي وحرب الإبادة التي تتعرض لها. ودان الأصبحي القصف الممنهج الذي طال أمس السبت عددا من المرافق الصحية والأحياء السكنية في المدينة، وكانت الميليشيا قصفت حي الضبوعة السفلي والكوثر ومبنى مختبر الصحة المركزي بالصواريخ ومضادات الطيران. وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وربما بأننا من خلال لقاء تركيا اليوم شنت طائرات التحالف غارة جوية على مواقع الميليشيا في الوزعية جنوب غرب تعز. وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيا في سوق الشقيراء وبرح السحوح ومواقع في جبل الحبشية ونوبة طه، مدمرة آليتهم العسكرية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من تعز مراسلنا فواز الحمادي. مرحبا بك فواز، وما هي آخر تطورات المعارك واشتدادها في الوزعية؟ نعم أمل، ما تزال الاشتباكات عنيفة ومتواصلة في جبهة الوزعية بين مقاتلي المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، رغم تمكن ميليشيات الانقلاب من السيطرة على مركز مديرية الوزعية بعد انسحاب مقاتلي المقاومة الشعبية من هنا بسبب نفاذ الذخيرة وفارق العتاد بين الطرفين. فالميليشيات وخلال الثلاثة أيام الماضية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الجبهة واستخدمت كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في قصفها لمركز المديرية وللقرى المحيطة بها حتى تمكنت من السيطرة عليها، لكن الاشتباكات ما تزال عنيفة ومتواصلة. مقاتلي المقاومة الشعبية والجيش الوطني الذين التقيناهم اليوم يؤكدون أن المعركة لم تنتهي وأن السيطرة على مركز المديرية ما هو إلا بداية المعركة، فهم الآن يرتبون صفوفهم ويؤكدون أنهم يستعدون لمعركة قادمة يثقون أنها ستنتهي باستعادة سيطرتهم على مركز المديرية وتحريرها من الميليشيات الانقلابية. نعم فوز، هنالك أنباء تتحدث أن الميليشيا تحشد مقاتليها في دمنة خدير لمهاجمة مواقع للمقاومة، ماذا لديك حول هذه الأنباء؟ نعم، رغم الحديث عن الحل السياسي ومفاوضات الكويت المزمع إجراؤها هذا الشهر إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، فميليشيات الحوثي وقوة المخلوع صالح تحشد تعزيزات عسكرية كبيرة على أكثر من جبهة. بالأمس كانت تحشد بالوازعية واليوم بحسب الأنباء تحشد في دمنة خدير لمحاولة التقدم ومهاجمة مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هي تحشد مقاتليها وعتادها العسكرية الثقيل في أكثر من جبهة، ما ينبه على أن الأيام القادمة ستشهد مواجهات وأحداث مهمة في عدة جبهات في تعز، وهو ما يتنافر. نعم فوز، ما زلت معي؟ نعم فوز، ما إذا تحدثنا عن الجانب الإنساني وما يحصل الآن من اشتداد المعارك في الوازعية وهنالك أنباء تتحدث عن موجة نزوح بين السكان، كيف هو الوضع؟ صف لنا فوز وضع السكان والمدنيين في هذه المناطق. زر اليوم عدد من مراكز إيواء النازحين الذين فروا من جحيم المواجهات في الوازعية. الوضع الذي يعيشونه كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا نستطيع أن نصف الوضع الذي يعيشونه الآن.
وجدناهم في مدارس وبعضهم ينام في العراء دون أي فرش أو بطانيات ولا يمتلكون أي من أدوات أو مقومات العيش، فهم فروا من الحرب دون أن يأخذوا أو يتمكنوا من أخذ معهم أي من أدواتهم أو أشيائهم التي كانت متواجدة معهم في المنازل. لم يفروا كما قالون إلا بالثياب التي يرتدونها لا غير، وهم في حال مأساوي مأساوي جدا. ووجهوا عبرنا مناشدات ونداءات لمنظمات الإنسانية ولحكومة الشرعية سرعة اللف إلى معاناتهم ووضعهم ومدهم بالأدوات التي تمكنهم من العيش والبقاء نعم. على قيد الحياة في ظل حالة الجوع التي يعيشونها. نعم، إذن فواز الحمادي مراسلنا من تعز، شكرا جزيلا لك. وصل قائد المقاومة في تعز حمود المخلافي إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من محافظة مأرب، وقال مصدر مقرب إن المخلافي سيلتقي الرئيس هادي ومسؤولين سعوديين وقيادات في التحالف لبحث سبل دعم المقاومة والجيش الوطني حتى تحرير المحافظة كليا من الميليشيا. وفي محافظة الجوف سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على مواقع للميليشيا في المحافظة، وقال مصدر في المقاومة إنها سيطرت على موقع زرلاق وفي منطقة العقبة بعد اشتباكات مع الحوثيين، وأضاف أن الجيش والمقاومة تقدم أيضا في مواقع بمنطقة الهضبة. إلى ذلك تفقد محافظ الجوف اللواء حسين العواضي المواقع المتقدمة للجيش والمقاومة في مديرية الغيلة واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية في المديرية. قال وزير الشباب والرياضة نائف البكري إن الوفد الحكومي الذي وصل إلى مدينة مأرب سيعمل على إعداد قائمة بالاحتياجات التي تتطلبها المحافظة، وأضاف البكري أن الحكومة حريصة على تقديم الخدمات التي تساعد على عودة الحياة إلى مدينة مأرب. رأينا كثير من المشاهد والصور الحية، رأينا أبطال القوات المسلحة والأمن والشرطة والنقدة والمرور في هذه المحافظات، رأينا عودة هذه المؤسسات للعمل، رأينا خدمات الكهرباء والمياه إن شاء الله ستكون بأفضل حال، ونحن من ضمن أيضا إخواننا الوزراء الذين أتوا اليوم للإطلاع على هذه الخدمات ودعم هذه الخدمات ورفع دعم هذه الخدمات أيضا لمجلس الوزراء، خدمات أهمها خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرقات والأمن. وسعداء أن نكون في محافظة مأرب التي نهدي إلى جميع الأبطال من أبطال القوات المسلحة والمقاومة أزكى التحايا والحب لهذه البطولات التي تسطر اليوم بدماء هؤلاء الرجال، والذين إن شاء الله سنكون بعد أيام أو بعد أشهر. وفي سياق آخر، شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة في مناطق مختلفة من محافظة إب، وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا شنت حملة اختطافات في مدينة إب ومديريات يريم والعدين وحبيش، وقادت المختطفين إلى أماكن مجهولة. هذا وتعرضت منازل المدنيين في قرى عزلة الشعاور والأهمول لقصف كثيف من قبل الميليشيا. أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة عدن عن ضبط مصنع للعبوات الناسفة في أحد المنازل بمديرية المنصورة، ومخزن لقذائف الهاون والمتفجرات في الشيخ عثمان. وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شائف الحريري إنه تم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يديرون المصنع ويسلمهم وتسليمهم للأجهزة الأمنية. وفي محافظة الأحج صدت قوات الجيش والمقاومة هجوما للميليشيا في جبهة كريش، وقال المتحدث الرسمي باسم المقاومة في جبهة العند قائد نصر إن الميليشيا حاولت اختراق جبهة كريش، لكن المقاومة صدت الهجوم وحررت جبلا يطل على منطقة الحويمي واستولت على عتاد عسكري. وفي سياق آخر، قال نصر إن مسلحين اعترضوا دورية للتغذية في سوق العند وأطلقوا عليها النار، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة الآخر، ولاذ المسلحون بالفرار.
اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع 20 شخصا بعد شنها حملة مداهمات على منطقة قوعة آل مظفر في محافظة البيضاء. وقالت وكالة سبأ للأنباء إن الميليشيا داهمت منازل المواطنين في مديرية الزاهر، كما شنت قصفا على منازل المواطنين في المديرية. الأصابع لا تترك الزنادة في المعركة، لا يوجد وقت لذلك، حتى لا تكون الاستراحة في الحرب طويلة، فهي ليست إلا وقتا قصيرا يقضيه المقاتل للاستعداد لمعارك جديدة قادمة. هكذا هو الوضع في البيضاء، يحرص المقاتلون هناك على الدفاع بشراسة عن مناطقهم. يقابلها قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع باختطاف المدنيين، 20 شخصا خطفوا بعد مداهمة الميليشيا منازلهم في مديرية الزاهر لتقتادهم إلى جهة مجهولة بعد شنها حملة مداهمات أخرى على منطقة قوعة آل مظفر في المحافظة. الميليشيا قامت أيضا بقصف منازل المدنيين في منطقتي الغول والجرادي عشوائيا، وتسببت بتضرر عدد كبير منها. أما المقاومة فقامت بهجوم على نقطة للميليشيا في منطقة الشاذبي بمديرية ذي ناعم، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الحوثيين. كل هذه الأخبار ما هي إلا سلسلة من تلك الأحداث اليومية التي تشهدها محافظة البيضاء، حيث لا تهدأ المعارك فيها ولا انتهاكات الميليشيا أيضا. وفي مديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج شنت طائرات التحالف غارات على مواقع ومخازن أسلحة تابعة لعناصر تنظيم القاعدة، وفدى سكان محليون بتضرر منازلهم جراء تلك الغارات. وقال المواطن فيصل علي علوي جعفر أن منزله دمر بغارة جوية أثناء استهدافها منزلا مجاورا كانت عناصر التنظيم تتخذه مخزنا للأسلحة. مراسل مختار شعتل والتفاصيل. هذا هو المواطن فيصل علوي جعفر يتحدث إلينا، والألم يعتصره بعد أن دمرت غارة جوية لطائرة حربية منزله عن طريق الخطأ عندما استهدفت منزلا مجاورا لمنزله يعتقد أنه وكرا ومخزنا للأسلحة لعناصر مسلحة. نحن خرجنا من البيت إلى خارج البيت، عدى بثواني والصاروخ الثاني جانا إلى فوق السقف، ضربة حطم السقف كامل، والحمد لله اللي أنجانا منه. الطفلة إيمان هي واحدة من 17 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء، كانوا يغطون في نوم عميق عندما سمعوا ذوي انفجار هز أرجاء المكان. شاءت الأقدار أن يطيل في عمرها هي وابن عمها الذي لا زالت آثار الخوف على يده من شدة هول الانفجار عندما حط بعض أجزاء الصاروخ بالقرب من رأسه. يعني وفلتت فوق الطاقة، وأنا كلمت قامت له الصاروخ جنبي. أنا منزل فيصل ليس الوحيد الذي تضرر من الانفجار، فهناك بيوت ومحال أخرى نالها نصيب من هذا الدمار، كحال هذا الشاب الذي تعرض سقف محله إلى أضرار كبيرة. مع الصاروخ عندما أتل أنا تأثر السقف على وجهه. تأتي هذه الغارة في ظل الانفلات الأمني التي تشهده لحج من تدبير المنشأة الحكومية واغتيال قيادات المقاومة والدينية، ناهيك عن السطو والتقطع ونهب سيارات المواطنين بقوة السلاح، والتي بات المواطن هنا يضيق ضرعا منها. المواطنون أبدوا سياءهم من استهداف منازل ليس لها أي انتماء لهذه التنظيمات المسلحة، ويرون أن ضربات الطائرة غير المجدية إن لم تتبعها تحركات على الأرض تستأصل شأفة هذه الجماعات من مديرية الحوطة وتبن، ويكون للسلطة حضورا لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة. مختار شعتل لقناة بلقيس، محافظة لحج. تشهد جبهة ميدي وحرض بمحافظة حجة مواجهة مستمرة وسط محاولات الميليشيا السيطرة على المناطق الخاضعة لجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني عزز من قواته ويسعى لفرض حصار مركز مديرية ميدي. لم تنتهي المعارك في مديرية ميدي ساحلية، بل إن مجرياتها مستمرة وتشهد حالة من الكر والفر في أكثر من جبهة، ودخلت المواجهات فيها مراحل متقدمة وأكثر عنفا في محاولات مستميتة للميليشيا لاستعادة مناطق في ميدي وحرض. تأخذ الحرب في هذه المديرية بعدا عسكريا واستراتيجيا كبيرا، وهذا ما تراه قيادة الجيش الوطني
والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي التي تشارك في المعارك خاصة على الشريط الساحلي الذي أصبح خط إمداد رئيسي للجيش. التطورات الأخيرة تقول إن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع شنت هجوما مضاغطا على الأطراف الشمالية الغربية لميدي، لكن قوات الجيش صدت الهجوم وأجبرتها على التراجع. في الوقت الذي تسعى قوات الجيش والمقاومة للالتفاف بقواتها لفرض حصار على الميليشيا وسط المدينة، حيث بدأت هذه العملية خلال الساعات الماضية وفقا لما ذكرته مصادر ميدانية. نحن متوجين وبعون الله من ميدي إلى حرض وقريبين نتجه إلى مثلث عام، ومتوجين عليهم والتوجه جاري، ونحن نلاحقهم إلى آخر نسق لهم كامل في أقليمتهم، والشعب ونقبل الشعب كامل نحرره. المعارك الأخيرة كلفت الميليشيا خسائر كثيرة وتركت خلفها أسلحة ومعدات عسكرية وعشرات الألغام كانت تسعى لزرعها في المناطق التي تكاد تفقد السيطرة عليها. ويبدو أن المعارك في ميدي ستأخذ وقتا أطول في مهمة إعلانها محررة من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وهو ما تسعى له القيادة الشرعية والجيش. وفي سياق آخر، وثق تقرير حقوقي ارتكاب ميليشيا الحوثي والمخلوع 138 حالة انتهاك في محافظة الحديدة خلال شهر مارس الماضي. ووفقا للتقرير الصادر عن تحالف رصد، فإن من بين الانتهاكات 80 حالة اعتداء، بينها 6 جرائم قتل و4 إصابات و70 حالة اختطاف. الحديدة المدينة الغائب عنها الحد الأدنى من مقومات الدولة، إلا من سطوة الميليشيا وجرائمها. خلال شهر مارس فقط شهدت 138 حالة انتهاك حسب تقرير أصدره تحالف رصد. 6 من أبناء المحافظة قتلوا على يد الميليشيا، و70 مختطفاً ضمن حملة عنف مستمرة لأكثر من عام تشنها على المحافظة وأبنائها، خصوصاً الناشطين والإعلاميين. يسيطر الحوثيون على الحديدة منذ أكتوبر 2014، فميناؤها وموقعها الاستراتيجي بالنسبة للملاحة أو حتى للعاصمة صنعاء جعلهم يحددونها هدفاً ذا أولوية. لطالما كان يتم التعامل مع الحديدة كمدينة هامشية، وهو ما جعلها تفتقر لأبسط الخدمات وتعيش فصول معاناة فاقمتها سيطرة الحوثيين على المدينة. تحظر الأمراض والأوبئة في المحافظة التي ما تكاد تتخلص من إحداها إلا ويعود آخر، وتتكرر المأساة وكأن العذاب هو ما كتب على سكانها. الحديدة حظيرة تهامة وسلة اليمن الغذائية، ستعيش هذا الصيف بمعزل عن الكهرباء، وهو ما يشكل هاجساً مؤرقاً لسكانها ويزيد من متاعبهم. أعلن مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق عن جائزتيه السنوية للعام 2016، وذكر بيان صادر عن المركز عن تخصيص الجائزة الأولى لأفضل بحث تاريخي عن إحلال السلام، فيما خصصت الجائزة الثانية لأفضل فيلم تسجيلي عن الحرف والمهن التقليدية المهددة بالاندثار. وقال المركز إن لجانا متخصصة ستحكم في البحوث المقدمة لنيل الجوائز. الموجه لكل فئات الشعب، ليس للأكاديميين بقدر ما هو للكل، سواء كان شباب أو متخصصين أو فضاء، فيستطيع أن يرصدوا هذه المهن بعدساتهم وكاميراتهم ويقدموا هذه الأفلام، وإن شاء الله تعالى سينظر في هذه الأفلام قبل لجنة متخصصة في صناعة السينما زي ما أسلفنا في من المعهد العالي للسينما في جمهورية مصر العربية. أما فيما يختص الأبحاث سيتم تقييمها عبر لجان علمية متخصصة داخلية وخارجية، وسيتم اختيار الأفضل فيلم
وأفضل بحث، وسيتم الإعلان عن هذا الجوائز في. وفي حضرموت أيضا يشكو أبناء مدينة الشحر من تكدس القمامة والمخلفات في شوارع المدينة التاريخية، واستجابة لذلك دشن مشروع صندوق النظافة والتحسين حملة نظافة شاملة في المدينة. مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل. لفترة طويلة ظل تكدس وانتشار أقوام القمامة هو الهاجس الأكبر لأبناء مدينة الشحر، ثاني كبرى مدن ساحل حضرموت، بعد أن فشلت جميع الحملات السابقة لمحاولة تخليصها من ذلك التكدس، ما كان يدفع بالأهالي إلى حرقها بهدف التخلص منها، غير أن هذه الخطوة كانت تنعكس عليهم سلبا جراء الأدخنة السامة المنبعثة منها، غير أن ملامح ذلك الواقع المزري بدأت اليوم ولأول مرة في طريقها للاختفاء، بعد أن دشن صندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت مشروع إنشاء صندوق مستقل وخاص بالنظافة والتحسين بالمدينة التي وجدت نفسها اليوم ونتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد ثاني أكبر ميناء تجاري ونشط في حضرموت. من ساق ما كانت هناك النظافة، كانت نظافة تابعا لبعض المقاولين يعني، وطبعا المقاول مش مثل المشروع عندما يقوم بهذا الإنجاز يعني. بالفعل طبعا نحن نتيجة السلبيات الصعبة يعني مما اضطرينا أن ننشأ هذا المشروع، نتيجة لهذا المشروع الذي تطلبه مدينة الشحر. المشروع الخدماتي الجديد كان قد بدأ بتقديم خدماته رسميا من خلال توظيف 90 عاملا وعاملة وشراء المعدات والآليات، والبدء بشكل فوري في تنفيذ عمليات تنظيف شاملة لكافة أرجاء المدينة ورفع جميع أقوام القمامة من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى رفع مخلفات البناء التي يقوم البعض بالتخلص منها على شواطئ المدينة ويهدد بتدمير الحياة المدنية في سواحلها. ما شاء الله تبارك الله، من سابق كان القمامة موجودة في الشارع وبكثرة، والحمد لله الآن بعد ما بدأ المشروع هذا الآن البلاد تنورت وتنظفت، وجزاكم الله خير على هذا العمل الطيب، وإن شاء الله نريد المستقبل منكم أكثر وأكثر إن شاء الله بحول الله. تدشين مشروع النظافة والتحسين في مدينة الشحر حلما لطالما انتظره أبناء المدينة الذين يأملون أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء تكدس القمامة في مدينتهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس مديرية الشحر. في سياق آخر، حصل فريق مواهب حضرموت على المركز الثاني والثالث والرابع على مستوى الوطن العربي في البطولة العربية التاسعة لروبوت والتي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت، وشارك في البطولة عدد من الفرق المدرسية من كافة الدول العربية. مراسلنا حداد مسيعد والتفاصيل. على الرغم من صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد، إلا أن هناك أخبار سارة في بعض الجوانب، منها على سبيل المثال للحصر تحقيق هذا الفريق لمركز الوصيف في البطولة العربية للروبوت، إذ وصل إلى مطار سيئون بوادي حضرموت فريق مواهب حضرموت المشارك في هذه البطولة العربية التاسعة للروبوت والتي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت. مثل اليمن هؤلاء الشباب ونافسوا دول عربية أخرى في تحدي السومو وهي مصارعة الروبوت وجمع الكرات وتتبع الخط. أهدي هذا الفوز الذي حصلته على المركز الثالث على مستوى الوطن العربي كوني أني يمني، وهذا الفوز لا يعتبر لي ولا يعتبر للمؤسسة بالحقيقة بالذات، إنما يعتبر لكل يمني شخص بالذات، فأنا أمثل جميع المواطنين اليمنيين في هذه البطولة. الحمد لله حصلنا على المركز الثالث في جمع الكرات، ونهدي هذا الفوز إلى حضرموت واليمن. أحرز الفريق على كأس الوصيف في تحدي السومو على مستوى الوطن العربي، كما أحرز فريق جمع الكرات على كأس المركز الثالث، بينما فاز فريق تتبع الخط على المركز الرابع. لم تكن إنجازات الفريق هذه فقط، كما أن له مشاركات سابقة كان أهمها في البطولة العربية السابعة التي أقيمت في قطر في العام 2014، حيث حقق الفريق المركز الأول عربيا. حققت المؤسسة وفريق المؤسسة 3 مراتب أولوية متقدمة على مستوى الوطن العربي، المركز الثاني في تحدي السومو، والمركز الثالث في تتبع الخط، والمركز الرابع في جمع الكرات. طبعا المؤسسة العام الماضي كذلك حصدت كاسين، وهي كذلك لا زالت متقدمة أيضا حتى في البطولة التي قبلها،
وهذا يأتي بفضل الله تعالى أولا توفيقه، ثانيا يدل على مدى العبقرية التي يتمتع بها طلاب هذه البلدة الطيبة. السلطة المحلية بدورها قامت بتكريم هؤلاء المبدعين الذين مثلوا اليمن عربيا في هذه البطولة الذي يبلغ عددهم 13 مشاركا. فرغم الصعوبات التي تعيشها البلاد إلا أنهم تحدوا الصعاب لجعل اسم اليمن عاليا مهما كانت الظروف. حداد مسعد، قناة بلقيس، سيئون. شارك عدد من الطلاب اليمنيين في المملكة المغربية في الاحتفال السنوي لما يعرف بأسبوع سيزم للطلاب الأجانب، وقدم الطلاب عروضا للأزياء الشعبية اليمنية في المناطق المختلفة من البلاد. ويعد أسبوع سيزم واحدا من المهرجانات التي تحتفي بها مملكة المغرب وتقدم فيها مختلف العروض الرياضية والثقافية التي تعكس حضارات الشعوب وثقافاتها ومدى تناغمها المعرفي. نهاية النشرة، هذا التذكير بالعناوين: استشهاد 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين في سقوط قذائف كاتيوشا على مستشفى في مأرب. غارة جوية على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في المكلا بحضرموت. الميليشيا تختطف 20 مدنيا وتواصل قصف الأحياء السكنية في البيضاء. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.